احتفلت اليوم شرطة عمان السلطانية بافتتاح قيادة شرطة محافظة الظاهرة وتخريج فصائل من شرطة المستجدين برعاية وزير الزراعة والثروة السمكية معالي الدكتور فؤاد بن جعفر السجواني. أصدرت المحكمة الابتدائية بصور حكماً قضائياً ضد مكتب لاستخدام العاملات بجنحة عدم التزامه بتقديم الخدمة على الوجه السليم، قضى بالإدانة والسجن مع غرامة مالية بلغت 1300 ريال عماني. بلغ سعر نفط عمان اليوم 64 دولاراً و34 سنتاً منخفضاً ب 17 سنتاً مقارنة بسعر أمس الثلاثاء الذي بلغ 64 دولاراً و51 سنتاً.